اهلا بحضراتكم مره ثانيه. في ظل النجاح المستمر لفعاليات النسخه الثانيه من مهرجان العالمين، حرص القائمون على خريطه المهرجان بتخصيص عرض لاشهر اوبرات شعب في مصر، وهو الليله الكبيره اللي مازال بيقدم منذ سنوات طويله على مسرح العرائس التابع لوزاره الثقافه، وبيقدم العرض بعرائس المارينات وبيوصف المولد الشعبي في مصر. هو من كلمات الكاتب الكبير صلاح جاهين والحان الموسيقار سيد مكاوي. عرض الليله الكبيره هيكون يوم 17 اغسطس الجاري على المسرح الروماني. وللمزيد عن هذا الحفل الكبير وعوده مسرح العرائس مره ثانيه ومولد الليله الكبيره في مهرجان العالمين، هيكون معانا الدكتور اسامه محمد علي مدير مسرح القاهره للعرائس. دكتور اسامه مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. مساء النور. دكتور اسامه، عايزين نتكلم عن عوده الليله الكبيره ووجودها داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. وجود عرض أوبريت الليلة الكبيرة في مهرجان العالمين اللي بيمثل معزوفة موسيقية بتتشارك فيها جميع الوزارات أو أغلب وزارات الحكومة المصرية في تضافر جميل على الأرض اللي ما كانش قادرين يستغلها بسبب ظروفها من الحرب العالمية، ده شرف كبير جدا لمسرح القاهرة للعرايس. كل التيم وورك بتاعنا، فرقتنا الجميلة من الفنان العرايس العظام، سعداء جدا ان احنا نشارك باسم وزاره الثقافه والبيت الفني للمسرح في هذه المعزوفه الجميله. سعداء جدا، هنقدم اقوى شغل عندنا، كلنا حماس رايحين نحتفل مع جمهور مصر ومع شعب مصر الجميل اللي دايما ما بيحرمناش من وجوده ولا دعمه ابدا حتى في مقر المسرح بالعتبه. دكتور اسامه، في كواليس اكيد لتحضيرات حفل يوم 17 اغسطس واللي هتكون على المسرح الروماني، اكيد كمان وجود مسرح العرائس بيتطلب تجهيزات مختلفه، ايه اللي هيكون والتجهيزات هتكون عامله ازاي؟ احنا بالفعل بدأنا في تشكيل من افضل العناصر اللي بتحرك العرايس الماريونات في العرض، وبدأنا نجهز ديكوراتنا ونجهز عرايسنا ونعمل عملية ترميمات لها عشان تظهر في افضل صورة. احنا شغالين بالعرايس الاصلية للعرض والديكورات الاصلية، بنحاول نرفع كفاءتها عشان تتقدم بشكل كويس. دي كمان فرصة طيبة ان احنا نحافظ دايما على توثيق ومظاهر الاحتفالات الشعبية المصرية اللي افتقدناها، شبابنا واجيالنا افتقدوها، الصغيرين ما يعرفوهاش. يعني الليلة الكبيرة في كل مولد ديت معروفة جدا انها بتبقى الليلة الختامية اللي بيبقى فيها كل البياعين وكل الالعاب، اكيد بياع الحمص، بياع الطعمية، بياع السمك، فيها المصوراتي القديم بتاع زمان اللي كان بيمشي في الشارع شايل الكاميرا على كتفه ضخمه جدا وحته قماشه يقف مرامينها يصور، الحاجات دي كلها الاجيال بتاعتنا ما شافتهاش. حتى فكره السيرك بمظهره البسيط اللي كان بيتقدم في الشوارع، القهاوي الشعبيه اللي هي دلوقتي بقى اسمها كافيهات، القهاوي الشعبيه دي كان بيقدم عليها فقرات فنيه اذا كان مطرب او راقصه شعبيه، المراجيح اللي كانت بتبقى موجوده في الاحتفاليات ديت، لا حاجه من الرموز اللي ليها دلالات شديده المصريه. احنا سعداء جدا ان احنا بنساهم كمسرح القاهره للعرايس ان احنا بنقدم دوت في اطار الحفاظ على التراث الثقافي الغير مادي للهويه المصريه. طب دكتور اسامه، هيكون في كم عارض موجود داخل الليله الكبيره؟ احنا معانا فرقه مكونه ما بين اداريين وميكانيستات وفنيين واضاءه وصوت ومحركي عرايس وممثلين عرايس. احنا كاست كبير جدا، حوالي 23 فرد. طيب التجهيزات والتحضيرات بقى بتاخد منكم قد ايه وقت علشان تطلعوا بعرض كبير يوم 17 اغسطس؟ انا معايا مجموعه بصراحه في المسرح، انا سعيد الحظ ان انا موجود في وسطهم، المجموعه دي شديد الاحترافيه. احنا ما بنحتاجش وقت كبير بالنسبه لليله الكبيره، لان الليله الكبيره ديت ايقونه مسرح القاهره للعرايس، حافظينها وبتجري في دمنا، ويعني
بنسعد لما بنقدمها وبنسعد برد فعل الجماهير. الجماهير على فكرة بتناشد في كل زياراتها للمسرح، بتناشد امتى هتنزلوا الليلة الكبيرة، امتى هتنزلوا الليلة الكبيرة، واحنا بنحاول من وقت لتاني بنعيد عليهم في الاعياد باوبريت الليلة الكبيرة. ومهرجان العالمين فرصة طيبة جدا ان احنا نخرج لمساحة اكبر وشريحة اكبر من الجمهور، دي حاجة بسطانة جدا واحنا مستعدين ان شاء الله. واحنا مبسوطين جدا بوجودكم في مهرجان العالمين في دورته الثانية علشان نستمتع بكل اللي انتوا هتقدموه داخل العرض الجميل اللي احنا كلنا عشنا معاه ذكريات كبيرة جدا وكتيرة جدا واحنا صغارين، وهو الليلة الكبيرة. اشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة محمد علي، مدير مسرح القاهرة للعرائس.